أهلا وسهلا فيكم بأرسن بوز. اليوم معنا كتاب حلو من كتب كريم الشاذلي، الكتاب اسمه أفكار صغيرة لحياة كبيرة. الكتاب جميل جدا، هو عبارة عن مقتطفات من مشارب وكل اتجاهات علوم التنمية البشرية، مقتطفات لطيفة صغيرة بسيطة محطوطة ضمن قائمة حلوة ظريفة تعطيك مسار معين. إذا أنت مشيت مع هاي الأفكار الحلوة حياتك أكيد حتتطور باتجاه الأفضل بكل تأكيد. فأنا بتشكر كريم للكتاب الحلو القيم وبنصحكم باقتناءه وقراءته، وكمان بتشكركم على مشاهدة هذا الفيديو وبتمنى تضلوا معنا بفيديوهات جاية مشان نشوف كتب تانية وشخصيات حلوة تانية. شكرا لكم.